موجود، المحاضرة موجودة، ولو طالب تعلم على السكشن عندي أهم من المحاضرة، وهتشوف حاجة زي جديدة، لأن في كراسة تتعلم من خلال السكشن بالاسم، في سيناريو هيتوزع، كل طالب بيجيب فكرة الحكاية، على فكرة أنا مش بختبر الطالب في التلقين، لا، بس هي قدرة على التفكير الذاتي بتاعك أنت. فعشان كده في وقت كده في التطبيق في السكشن اللي قلت لكم عليها هتخلص كمان اسبوع تقريبا، كل طالب هيبدا يبين ايه فكره ايه. الاخ اللي كان هيبدا احنا كده نسمع بقى كده كده ان الجزء ده مهم جدا، لان جاي اخر جزء فيه التغيرات مفيش ارجاع للنمو الانفصال، النهارده هتبقى جزء واحد بس اللي هو المتطلب بايه؟ احنا خدنا لو عملنا اعاده تقدير لما نتكلم على تخيل حصص الشركاء ازاي نزود راس المال ونخفض راس المال، مش كده؟ واتكلمنا على الاثار المتعلقه بهذا الموضوع كشهره احتراف العام وريثه الى اخره. النهارده بنتكلم على التغيير في اسس توزيع الارباح والخسائر، يعني بمنتهى البساطه نركز لان في حته فنيه لو في انتهى الجزء اللي جاي هيسهلك. انا والزملاء عاملين شركه مع بعض، الشركة دي الشركة قائمة، اتفقنا مع بعضينا عاوزين نعدل نسبة توزيع الأرباح والخسائر بينا. يا جماعة أنا عملنا عقد واشتغلنا مع بعض، أنا شايف إن أنا اتظلمت فيكم. ليه؟ أنا اللي اشتغلت واحد. طب تعالى نعمل عقد شركة جديد. الاتفاق هنا قد يكون ان اعدل عدد سنوات سابقه ثلاث سنين فاتوا، يعني ممكن اتفاق يتم ان اعدل ايه؟ الجزء اللي فات كانت سنه فاتت ثلاث سنين، وممكن اقول لا كفايه نعدل من اول الوقت اللي جاي. خليكم معايا في السيناريو ده، احنا ثلاثه مع بعض كنا بنعمل دي التساوي مع بعض، انا اشتغلت وما مشتغلوش، فانا بطالب بايه؟ اي تعديل نعمل عقد جديد، صح؟ وممكن اعدل نسبه توزيع الارباح والخسائر. قلت ايه؟ انا هاخد نسبه 2 لواحد في 1. الكلام ده هياثر على اللي جاي. ليه؟ بص معايا كده، نفرض عندنا احتياطي متعين وقلنا هنعدل النسبه 2 لواحد في 1 بعد ما كان بالتساوي. ايه اللي هيحصل هنا؟ ان انا لو هذا الموضوع اتعمل الاحتياط يكون في ايه؟ يكون في الماضي، صح ولا لا؟ لما يكون في الماضي يبقى اذا المفروض ان العماله ان يوزع بنفس النسبه اللي كانت سائده فين؟ في الماضي. نفس المشكله لو في شهره مش متسجله هتشوف اثرها دي على توزيع الارباح والخسائر. في عندنا فلوس التامين هتختلف، هل ده بيعالج القسط كمصروف ايراني ولا مصروف راس مالي ولا محكمه حاليه؟ يبقى في عندي كم قضيه؟ ثلاثه، زاد اعاده التقدير، قاعده اعاده التقدير ينصرف على التعديلات التي تمت عن فتره ماضيه، ولا بد ان نوزع بالنسبه لايه؟ التي كانت سائله من قبل. ده الفكره، فانا ممكن نعمل قد يتم الاتفاق على توزيع الارباح او تعديل نسبة توزيع الأرباح والخسائر بأثر رجعي. وقد يكون على فترة إيه؟ مليانة. بس ده القصة. تعالوا نبص كده في مثال على حضراتكم، بستأذنكم. أنا عامل بالناس اللي هروح تشوفوه. لسه برضه البتاع عامل مشكلة. بيقول لي ألف موبايل أكبرها لكم شوية. حاضر. كويس كده؟ ألف موبايل شركات ألف من دي شركاء في شركة تطور بيقسموا الأربعة الخسائر بنسبة كام؟ 2 لإيه؟ لواحد لواحد. إيه؟ على التوالي. تم الاتفاق في أول يناير 2015 على تعديل أساس التوزيع بحيث يجمع الشريك ألف مرتب كام؟ 700 جنيه. يعني هنا ألف هياخد في السنة 700 جنيه. هما يعدوا كم سنة هنا؟ هنشوف. من اول 2013 ل 2015 يبقى المفروض الشريك ده كان ياخد مرتب
ثلاث سنين ب 2100 ايه؟ جنيه، صح؟ ده لو عديت على الواقع. على ان تصبح النسبه بالتساوي. الموضوع ده برضه هيأثر. على ان تطبخ ذلك الاتفاق بأثر رجعي. خلاص؟ يبقى نطبق الأثر هنا رجعي. اعتبارا من 2013 جاب لي صرف الربح، بص كالآتي، هيجيب لي كام سنة هنا؟ هيجيب لي صرف الربح كام سنة؟ المفروض أنا هنا بعدل صرف الربح أو الخسارة لو كانت مقبولة بمرتب الشركة بقى، يعني بص أنت في الماضي ما كانش ليه مرتب، أنا عدله بإيه؟ بالمرتب، هتشوف كل واحد هياخد كام؟ بصوا معايا كده حضراتكم الأربعة هي 2008، أنا آسف، خلال دي 2000 وكام بقى ديت؟ اللي كنت معايا أنا 2013 و2014 و2015. فبقول هنا دي الارباح، كبرته كده شويه، دي الارباح بس عندي اول سنه كان في خساره كام؟ 3000 وكام؟ 200. ده لو انا خصمت مرتب الشركه عن السنه ديت الخساره هيحصل لها ايه؟ هيعرف عليك هتزيد، صح؟ هتزيد. وبالتالي هتشوف الربح كام سنه؟ هشيل منه المرتب واوزع الباقي. الربح اللي بعديه نفس الحكايه. فبقول لي اعمل لي بقى مذكره تسويه، لان احنا هنعمل تعديل للارباح عن فتره ما فاتت، بس هناخد في الحسبان ان الشريك هياخد 700 جنيه ايه؟ ها؟ مرتب. شريك مين؟ الف. ونسبه التوزيع والارباح والخسائر هتختلف قوي قوي. هنيجي اول حاجه نمسك جزء جزء، انت عندك الارباح كلها ايه؟ اول سنه خساره، صح؟ اول سنه ايه؟ خساره، اللي هي 3000 وكام؟ 200. ثاني سنه ربح، ثالث سنه كام؟ ربح. يبقى كله كام؟ ده الوضع القديم، الربح كله كصافي لو جمعت الربح وطلعت منه الخساره ده اول سنه هيدفع 12,100، وزع ده اللي كان يعني قبل كده ما كانش له مرتب، وزع الوضع القديم. فوزع الوضع القديم بقى ايه نسبه؟ بالنسبه لمين؟ التي كانت سائلة من قبل كانت كام؟ تمام، وزعناها هي طلع 1000 كام؟ يعني احنا في الماضي ما كانش له مرتب، كنا وزعناها 1000 كان يدفع 650، ب كام؟ 3025، ج 2000 كام؟ 3025. اكبرها لكم شويه اهو، لا خلاص ماشي؟ تعالى نعمل التصوير، كلام سهل جدا. الكلام ده لو كان فات انا كده. الفكره ان الكلام ده كله انا بعمل لك بناء فكري للقضايا والمشاكل التي قد تحدث في اعاده تنظيم توزيع الارباح نتيجه عقد جديد وتغيير النسب. فلازم نركز في الموضوع ده، لان لسه هنخش بقى لما شريك ينضم وشريك ينفصل، خلاص انت كده خدت الاساسيات هتمشي كويس ان شاء الله. اول حاجه انا عندي الف وب وايه؟ طبعا منطقيا انا عندي مرتب الشركه ده 2000 وكام؟ اللي بالرحمه ده خساره، صح؟ خساره ايه؟ لما تجيب الحساب الثاني هشيل منه ايه؟ كان ب 3000 ده الوضع الثاني، انت عندك الوضع القديم فين؟ اهو افتكر هنيجي الوضع الجديد الف هتاخد 2100 بيه ونجيب مش عارف حاجه. طب تعالى تصفي كل واحد خساره السنه الاولى كام؟ 3200 وهرفع مرتب الخساره هيحصل لها ايه؟ هتزيد يبقى 3000 وكام؟ و900. وهنا بنوزع على كل واحد ياخد حسب الاتفاقه دي كل واحد 1300 جنيه. ربح السنه الثانيه هخصم المرتب من الربح والباقي توزعه بنفس الطريقه. السنه الثالثه بخصم المرتب من الربح بيديك الباقي. لو انت حضرتك جمعت دوت هيطلع 1000 نصيبه كام؟ 5434 ب كام؟ 3,330 وجيل نفس الحكايه. أربع عندي وضع جديد. لو أنا عملت مرتب وعديت اللي فات وعندي الوضع القديم، هنعمل مذكرة تسويق. أهي الفرق بين الوضع القديم والجديد، الوضع الجديد كم عندك؟ اللي أنا عملناه أهو، ده جديد، ده طبعاً دلوقتي. والوضع القديم كان كام أهو؟ كده فروق، إيه الفروق هنا؟ الفروق إن عندك 1000 نص كام؟ 616 جنيه نتيجة التسوية. ب زاد 308، ج زاد 308. إذا منطقيا اللي بيعوضوا مين؟ يبقى لما أجي أعمل
كل واحد 308 الى جاري مين؟ الف 600 كام؟ و16. اذا لما طلعت كده خد التسويه بهذا الشكل بس. هل فيها مشكله؟ مفيش فيها مشكله. خلاص. تمام. الوضع الثاني انا كنت هنا بعمل ايه؟ بعدل السنين اللي فاتت. لا انك لا. سيبنا من اللي فات ولو سمعتم نبقى نشتغل على الايه؟ على الجهاز. اللي جاي يعمل ايه؟ قال النسبة اتغيرت. قد انت تخش غير غير النسبة. بس لو ايه؟ احنا قلنا البحث الخبائي ازاي جاي يعني؟ السنوات اللي جاية. طب هنعمل ايه؟ هنا بقى لازم اركز قوي. وهنا ذكاء الطالب الباحث كويس؟ يقول استنى. يعني احنا متفقين مع بعض دلوقتي عدمنا في النسب. ده احنا محوشين فلوس مع بعض. محوشين ايه؟ احتياطي عام. وعندنا شغلة مستخبية. مشتركة. طب نعمل ايه؟ وعندنا رؤوس التأمين لها تقسيم، يبقى في كام حاجة باقي؟ تلاتة، وفي إعادة تقديم، لأن في أصول ممكن تكون قيمتها زادت وممكن تكون قيمتها إيه؟ قلت، إذا في عندي أربع معايير. إعادة التقديم توزع بالنسبة التي كانت زائدة من قبل. أما الاحتياط العام والشغل والبوليصة هنعالجها حتة حتة. طيب شوف ازاي بقى. أول حاجة إعادة التقدير وإحنا خدناها أنا مجهزكم فيها كويس. إعادة التقدير نعمل فيها إيه؟ إعادة التقدير المركز المالي بتاعي بيبين لي عناصر المركز المالي أصول ثابتة وأصول متدهورة. بيحدث خطأ في إعادة التقدير في حاجتين. المحاسب جايز يغالي في عمل مخصص إدلاك أكبر مما يجب. فالاصل نفسه بيظهر بقيمه اقل. قاعده عامه انت عندك الاصل الثابت المخصص يا اما في خطا في الاصل يا اما خطا فين؟ في المخصص. خلاص؟ نيجي لعدد التقديم في نقطه هنا انا عندي اصول ثابته واصول ايه؟ عاوزين نتكلم مع بعض كده شويه اسالكم وتجاوبوني عشان نشوف الناس الحلو في الجزء ده احنا عمالين بنجيب العقار كان ثمنه 100,000 قدر ب 120,000 نعمل ايه؟ في زياده ايه؟ اساس ب 20,000 قدر ب 50,000 نقص ايه؟ في عين ايه؟ طيب نيجي حاجه ثانيه الاصول بقى المتداوله. الاصول المتداوله في عندي احتمالين اقدرها بالنقص او اقدرها بايه؟ هنا العقد التأمين لو بزيادة قلت بنحط قيمة جديدة زي الأصول الثابتة. متداولة. ولكن فيما يتعلق بالنقص فهو عبارة عن تقدير وعليه لما أجي أقول لك المدينون معايا إزاي؟ بتقدر بنسبة كذا إذا بتعدل في المخصص. طب أنت عندك الأولية المالية 5000 جنيه قدرت بستة. يبقى في عقد أنا بقول ستة. زادت بكام؟ إذا دي زيادة الأصل. طب لو كنت قدرت أقل بعمل مخصص أجور أسعار أو لا إيه؟ نفس القاعدة الجدراء. طب أنا بقول لكم حاجة. هناك جدراء مشتراة وسجلت دفتريا إلا أنها لم تصل بعد. بألف نزود إيه؟ نزود إيه؟ ها؟ لا أنا عاوز بضاعة مشتراة في السكة. الفاتورة دي قبل البضاعة. فسجلتها المشتريات قلت ايه؟ من اثار المشتريات الى اثار الموردين والاثار. الا انها لم تدرك ضمن المخزون. نعمل ايه؟ ازود ايه؟ المخزون. هناك فاتورة شراء سجلت مرتين على الاثار. اسمع كده كل واحد يفكر ويقول لي يطلع لي فاتورة مشتريات على الاثار سجلتها بطريقة خطأ مرتين. على فكرة لو احنا بنسجل بالكمبيوتر مش هيحصل. ليه؟ حد يقول لي ليه؟ ده انا عاوز واحد يجرب. مش فينا ذكاء؟ عاوز ذكاء؟ ها؟ ده انا دلوقتي بقول لكم ايه؟ في ظل التسجيل اليدوي يقول ايه؟ وفي
يوصل لي التسجيل الالكتروني نتكلم في ايه؟ لا انا دايما اتفاجئ منه ومنه استاذ. الراجل المحاسب الفاتوره شافها سجلها مرتين، دي معناها ايه على حساب؟ دي معناها ان انا زودت للموردين مبلغ. وايه كمان؟ اشتريت بضاعه كمان كم مره؟ نعمل ايه؟ خلاص ايه؟ بدينون؟ البول فاتوره مشتريات. ها؟ انت عندك انت رافض ايه؟ ايه؟ الدينون هنعمل ايه في الدينون؟ هنقص ايه؟ طب نقص الدينون بيروح فين؟ احنا بنعمل اداء التهديد دلوقتي. ها؟ 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 مش هم مش عارفين ما تقولش انت حاجه بس عاوزهم يفكروا. ها؟ أنا عندي طرفين أيد اسمعني أيد ما تقدر تقول لي كل ما تيجي تشتغل شركة حدود في داهية ركز أنا هجيب لكم شغل حلو ويتقالوا في الامتحان كل مخه يشتغل أنت تفكر الكلام ده لازم تفهم الكلام أنا مكتوب عليها أهو العيلة ده إيه لازم تفكر أنا عاوزين نقيس قدرات الطالب في التفكير مش الحفظ انسوا موضوع الحفظ والتنقيب التعليم معاك الجانب ده خلاص لازم يبقى الضغط يبقى بقى على المهارات اللي قاعد معانا دلوقتي هيفهم يقول ايه اللي قاعد بره خليه قاعد بره في الشمس يقعد يلعب في الشمس يلعب كوره يلعب اللي هو عاوزه ها نقول ايه انا بعد قعدت التقديم دلوقتي ايه دور التاني بعد قعدت التقديم ايه بص معايا كده للمركز المالي اللي هو خصومه ايه صح المشتريات ديت ما قبل كده بقى لو فيها عرض اثرت على ايه؟ على مجمل الربح ومجمل الربح اثر على ايه؟ على صرف الربح وصرف الصرف الربح نعمل فيه ايه؟ ها؟ بيأثر على ايه؟ مش كده؟ انا مش عاوز صرف الربح ده خالص لان انا بعيد تقدير الاصول وايه؟ اذا اليمين هنا ايه؟ الدائنون الدائنون انا اعتبر ايه؟ خلاص انا اقصد الفاتوره من ايه؟ من الدائنين نقص الخصوم اعتبر انا كده انا مكتوب انا يعني السكشن كده انا حاجه اسالهم في السكشن لا ها مش انا هنا زياده الاصول ليش؟ ونقص الاصول خساره طب الاصول خلاص مش كده ليه؟ طيب تعالوا نبص كده على حاجه ثانيه بدات الديون المعدومه 1000 جنيه بنعمل ايه؟ رأس ايه؟ يبقى رأس الاصول يعتبر خسارة طيب ويقدر مخصص الديون المشكوك فيها اللي كان ب 500 نقدرها ب 700 يبقى في زيادة الخصوم يعتبر ربح ولا خسارة؟ جميل جدا كويس خلاص؟ طيب تعالوا بص كده اول هنا نبدا نتكلم هنا بقى عقد التقدير احنا خدنا فيها بس كنت بلاقع ولسه هناخد بقى احنا كتير في الموضوع ده انا بقى عاوز ابص هنا المشكله انا عديت نسبه الربح دلوقتي بصوا معايا كده كنا الاول بالتساوي وانا قلت لهم لا انا عاوز اثنين لواحد لواحد خلاص لو الجماعه دول طيبين هضحك عليهم قوي ليه؟ لان في تاثير على كام حاجه ايه هما؟ الشهرة الاحتياط العام ونص الايه؟ حلو جدا طب ازاي؟ في احتياطي في ميزانية فلوس متعانة فلو ما خدوش بالهم وانا عملت النسبة بتاعت اتنين لواحد واحد ده بعد يوم ما اعمل عقد اقول لهم ايه؟ لو سمحتوا انا عاوز اوزع الاحتياطي حقش الله مش انت كنت تاخد الاول بتساوي زينا وانا مالي انا عملت العقد الجديد اخد تبقى نص القانون بالعقد الجديد اخد الطرف اثنين لواحد لواحد تمام طيب عشان كده واحنا بنعدي العقد الشركه الخامسه بالنا من ايه؟ يبقى لازم نعمل له كشف تسويه في عندي حاجتين يا جماعه
هتسيب لي احتياطي في الميزانيه؟ لو سبناه نعمل نعوض بعض. نعوض بعض، عوضوني. انت هتاخد اكتر بعد كده، فنعمل تعويض، هنعمل كده تسويق. انا لو تعبان قطعا، لو وقع هقول ايه؟ هيتوزع بالنسبه لمين؟ القديمه. المشكله لا، لان كانت الاحتياطي تم تكوينه على فتره تاريخيه غلط، وبالتالي النسبه التي توزع بها او يوزع بها الاحتياطي هي النسبه التي كانت سائده من قبل. كويس. طب تعالى نبص كده مثال الاول، استاذنكم بالراحه كده. بيقول لي هنا ايه؟ ده على الاحتياطي بقى. انت اسف على الشغل، اسف. بدانا بالشغل. الشغل احنا خدنا كيف يمكن تقدمه. وقلنا الشغل هي القدره على تحقيق ارباح غير عاديه، اي ان هناك اصل غير ملموس قد ادى الى انه انتج لي ارباح غير ايه؟ حلو. فانا قدرناه. فهو هنا قال ايه؟ قال الانفورميشن اللي كان في شركه تضامن بيحسبوا بنسبه كام؟ ده اتنين مع بعض. والتاني بعد تشيل النسبه بحيث تكون بايه؟ والشهرة اتقلت كانت صفر. على فكرة احتمال تكون الشهرة صفر، فقدرت بكام؟ ب3000. في حاجة تانية، إن يكون فيها صوت الشهرة وقدرت بمبلغ أعلى. فتخلي بالك، أنا يهمني الجزء اللي غير مطلق دفترية. يعني بمعنى أصح، نفرض إنه قال لي الشهرة ب3000، علما بأن رصيد الشهرة من قبل كان 1000. يبقى هيتعامل مع كام؟ مع ال 2000. ولكن جمع الشغل كان بكام؟ زيرو، وقدرت بكام؟ ب3. اذا في هذه الحاله بفكر بالمنطق مش بالحفظ. يا جماعه ده احنا ما شاء الله كونا شغل ب3000 جنيه وقدرناه، والخبراء قدروها ب3000 جنيه. فلو سمحتوا النسبه اتغيرت، لو احنا ما عملناش تعديل فيها هنلتقى في مشكله، ان بعد يوم واحد من العقد الجديد اقول لهم ايه؟ لو سمحتوا نسبه الشهره. يعني ايه نسبه؟ يعني أقسمها في الفاتحة. يعني إيه أقسمها؟ يعني أقول من حساب الشهرة إلى حساب. خلاص؟ طبعا بنعدي في رأس المال، نقول إلى رأس المال. لو كان في تعديل في الجاري، إلى الجاري. وهنشوف دي في كل حاجة. فأنا عندي هنا لو إحنا اتفقنا إن إحنا نصرها، يبقى لو سمحتوا يا جماعة، لقد تم تكوين الشهرة في الماضي. فينحق الشركاء بكل الشروط التي كانت سائده في الماضي، وعليه حينما نسخ الشهره فنكون من حساب الاصل اللي هو الشهره الى حساب راس مال الف وب باي نسبه؟ بالنسبه التي كانت سائده من قبل. فاصبح عدد الاصول فيها شهره، خلاص استغربت. البعض قال مفيش داعي نطلع شهره ونعمل قرض يا جماعه. بلاش نصرف. بس لو سمحتوا بلاش نصرف، بس لو سمحتولي نسال حاجه من الوقت الماديه. طب تعالى نبص الحل الثاني قال لك ايه؟ الاتفاق على ايه؟ عدم الحل الثاني اللي هو اثبات الشهره وعدم اثباتها. يبقى عدم اثباتها يبقى لازم اعمل كيف تسويق. قال لي كده الاهم كام؟ وبعد كده كام ونشوف الفروق ومين يعوض ايه؟ بس. على فكره الاسم الجزء ده هيشتغل معانا في الانضمام حلو جدا والانفصال والقرار. انا بديك اسس. يعني هم عارفين الكلام اسس. لو فهمت الكلام ده كويس قوي وانا قررت فيه. على فكره باجي في الانضمام بقى هيبقى اسمه حاضر. الانفصال يمكن محاضرتين. كل ما بتلفي تبقى مخلص. فالخلي بالنا كده ده هيتفهم لانك انت بتفهم الجزء ده. بفضل الشريكين الان هنا 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 انا مش هنظهر. انا قلنا لو حصلناها نعملها بايه؟ من الشهره الى راس مال الف وب بالنسبه القديمه. طب دلوقتي هنا لا انا مش هنظهر. وهنخليها مختلفه. يبقى لازم نعوض. نعوض يعني ايه؟ يعني هشوف الاول اوزع الشركه بالنسبه الجديده. هتاخد كام لو بالنسبه الجديده؟ 1500 1500 بتساوي. طب قبل كده كان كام؟ ها؟ 2 لواحد بقى 2000 وكام؟ اذا في واحد هيضر وواحد ايه؟ هيزيد. مين اللي هيضر ومين اللي هيزيد؟ ده زاد دي زاد معلش دي صلحوها دي. زاد فين؟ زاد ودي راس. ده راس كام؟ 500 وده بكام؟ اذا في هذه الحاله هقول من حساب جانب ب الى ايه؟ جانب ايه؟ من حساب اللي زاد يعوض ايه؟ خلاص دي اتفهمت. يبقى الشهره بقى معايا حاسبين. هوزعها بالنسبه القديمه. هصرفها اسف هصرفها كلها بالنسبه القديمه. مش عاوز اصرفها يبقى انا
كنت كده عندنا في الاستعانة احتياطي. طب نعمل ايه؟ تم نوزع يا جماعة، يلا يا عم كلها في حتة وزع. بالنسبة للبناء يا حبيبي لا، ده الاحتياطي ده على الموقف، فنعمل ايه؟ هوزعه بالنسبة لمين؟ التي كانت تم قبل. الاحتياطي دائم لما اجي اقفله اخليه ايه؟ اقفله انا اقفله نهائي خالص، يعني ما عادش يظهر بعدها في الميزانية. أو قايل من حساب الاحتياطي إذا انتبه على ده. إلى حساب مين؟ جاري ألف وجاري ده. بقى بالنسبة؟ بالنسبة التي كانت سائلة في الماضي. طب نفرض إيه؟ خليه زي ما هو، يقول لك لا يا حبيبي. خليه زي ما هو، يبقى نعمل كيف تصور مع أول بعض. أه. يبقى البديل التاني إيه بقى هنا؟ ها؟ أهو إن ده الشركات اتفقوا على توزيع الاحتياطي، قلناها أول تمثال أول. مثال أول في عندي أنا بيقسموا 14 بنسبة كام؟ ألف وب وج؟ 5 ل3 لإيه؟ 5 ل3 ل2 للنسبة القديمة. هيغيروها بنسبة كام؟ 2 ل3 لإيه؟ ل2. ولنفرض إن وجود احتياطي عارف رصيده كام هنا؟ كان عندي احتياطي كام هنا؟ 3000 وإيه؟ بيقول لي لو توزعت هنقول إيه؟ ولو ما وزعناش هنقول إيه؟ 5. تعالى كده اتفقنا على توزيع احتياطي. هتقول لي بقى ايه زي ما احنا قلنا من احتياطي الى جاري الف وجاري ب ب وجاري ايه؟ بالنسبه لمين؟ القديمه. كويس؟ طب نيجي للنسبه للثانيه. قال لك مش هنوزع. هنقول ايه؟ انت ها؟ نسال حضرتك قولي انت. خايفه؟ انت. قولي. مش هنحمل، وبالتالي هنا
مش هيبان حاجه في النتيجه، هيبقى بس مزنوق. بس في عيب فيها ان القصر ده موجود 10 تقسيط ب 10,000 جنيه. لو سالت بالتليفون يا شركه التامين لو سمحت انا دافع 10 تقسيطات القسط ب 1000 جنيه يعني 10,000 جنيه. هي تساوي كده؟ لو حبيت ارجع دلوقتي في كلامي تقول لي تساوي ايه؟ 6,000 7,000 جنيه او 5,000 جنيه. اي ان القيمه الحاليه تكون ايه؟ اذا معنى كده ان البوليس هذا قصر القصر غلط. يقول لي عاجز ان ايه؟ راس مالي ونتيجته كلها مش مظبوطه. لو ما قبلت حاجات لا تعبر عن القيمه زي ما يكون واحد حاطط بضاعه ثمنها 1000 وعطاها 10,000. اذا انت بتشوه قيمه المركز المالي، ما بقت جواب الشركه مساهمه تبقى مشكله. اذا التلاته ديت فيها مشكله. طب لا، هنا دلوقتي بقى احنا الثلاثه مع بعض غيرنا النسبه. نعمل ايه؟ عندك كام بديل؟ حد يقول لي الاصل لا يعبر عن ايه؟ ها؟ عن قيمته. طب نعمل ايه؟ نوزع الفرق بين قيمه الجوليزه اللي في الدفاتر وقيمتها الحاليه ناقص الاصل يعتبر خساره توزعها على المبيعات. بس انا افضل الا تعالج في عقد التأجير. يعني انا هنا ايه؟ انا وجهه نظري الشهرة احتياط العقد البوليصة لا تقدر الا اذا كان لها قيمة وقدرت القيمة على الاعلى اختصارا. ولكن دول بيتعالجوا بيعملوا معالجات خاصة زي ما احنا هنشوف. فانا هنا البوليصة هنا مصروف راس مال قوي. ناخد مثال عليه. هو عمل هنا ايه؟ قال الحساب الجاي الحساب ايه؟ طب بص كده الاول هنا مثال اهو. قال لك ان الف وميم وجيم شركه تضامن بقسوه بايه؟ بالتسالي. اتفقوا على هذه النسبه الى كام؟ 4-2 ولا ايه؟ 3-3. وقال له رسوم البوليصه في الدفاتر كام؟ 1000 وايه؟ وقال ايه اللي هيكون عنه دي؟ عباره عن ثمن اقساط القسط بكام؟ يبقى 1600. يعني هو اسعر القيمه. قيمتها الحاليه كام؟ 1000. اذا في قد ايه الفرق بين الاثنين؟ طالما هنغير نلحق بسرعه زي ما بنعمل في عقد التأجير. اشوف نقص الارض 600 واسويها بيني وبينك على طول. اقوم قايل ايه؟ من حساب جاب الشركاء الى ايه؟ البوليصه بكام جنيه؟ ب 600 وتوزع بالنسبه القديمه. كويس؟ طب نفذ مصروف ايرادي. حد كده يقول لي دي معناها ايه؟ ان انا القسط بحمله على توزيع الارباح والخسائر وليس أربعة خسائر. لماذا؟ لأن دي عبارة عن إيه؟ جزء متعلق بعلاقة الشركة بمين؟ حلو خلاص. حملت كل سنة بحاجة، طب دي معناها إيه؟ بحمل كل سنة. إن صرف الربح بتاعي اللي هيوزعه نقص بمقدار إيه؟ القسط، صح ولا لا؟ إنما بقلل القسط أهو كل مرة. فكل مرة بحمل إيه؟ التوزيع التوزيع التوزيع. بس في حاجة، أنا لو سألت شركة التأمين أو لا شركة دفعنا 10 اقساط وأنا بنحط القسط في التوزيع وليس قائمة المركز المالي. يعني الميزانية لا تعبر عن الحقيقة. لوجود أصل عندك له قيمة. لو سألت عندك بكام؟ عيد ب 6,000 جنيه مثلا. إذا دي معناها إيه؟ إن في عندك قيمة لم تدركها الميزانية. إذا الميزانية لا تعبر عن المركز المالي الحقيقي للمنشأة. طب أعمل إيه؟ أقدر ونتفق مع بعض زيها زي الشغل بالظبط. زي الشغل بالظبط. نتفق. هل هنثبتها؟ ولا ما نثبتهاش؟ لو ثبتناها اوزعها بالنسبه القديمه. لو انا قلنا لا تبقى يبقى اعتبرها زي الشغل بالظبط واعمل النسبه الجديده والقديمه ونعمل تسويق. يبقى تعالى كده معانا هنا في المصروف الدراسي اهو مثال احسن حاجه. فين المثال؟ يخص كده ليه؟ قولوا هنا خلاص نقول هنا هو ده ولا ايه؟ لا ده ده الاولاني. نقول مثلا الدماغ احنا نعمل ايه بقى؟ لو انا قررت اثبات القيمه الحاليه اثباتها هقول ايه؟ من البوليصه الى ايه؟ جاري الف ب ج بالنسبه لمين؟ القديم. لو انا كده حلها كده بالايراد يعني حلها مستمر على القسط اللي هو الايراد نعمل ايه؟ قوي قوي نعمل كشف ايه؟ تصوير النسبة القديمة والجديدة ونقول من حساب جاري لزاد إلى حساب جاري إيه؟ النقص. بس
اعمل ايه؟ لا زال ولا لم يبقى خلاص الموضوع، اذا لا في يوم ولا في اي حاجه. كده خلصنا ايه؟ تعديل نسبه توزيع ايه؟ الارباح والخسائر. طب بصوا معايا كده استاذنكم. استاذنكم. احنا خدنا لغايه دلوقتي ايه؟ الشركه اتكونت. جينا في اخر السنه. عملنا حسابات ختاميه وشفنا ان احنا بعد ما نعمل متاجره وارباح وخسائر عملنا ايه؟ توزيع ارباح وخسائر وجانب الشركاء وايه؟ والميزانيه. هل عملنا حساب راس المال؟ لا. هو في تعديل؟ امتى عملنا حساب راس المال؟ لو خدت قرار زياده راس المال او تخفيض او انضمام او انفصال نعمل ايه؟ راس المال. او حتى تعديل الميزانيه. كويس؟ بعد كده دلوقتي واضح انا عاوز ازود راس مالي. فاحنا شركاء قرانين هنتفق مع بعض يا جماعه عشان نزود راس المال. تيجي نزود راس المال من خلال معنى ودي خدمه. ولا البديل الثاني نضم شريك. خليكم معايا هنا بقى. يعني هنا دلوقتي الدكتوره رشا ان شاء الله كده قريب نقول لها دكتوره قالت لي هخش معاك. واحنا شركاء مع بعض. هنقول لها ايه؟ رشا لو سمحتي احنا بقى لنا 5 سنين شغالين، كونا شهره، عندنا احتياطي، عاملين بورص التامين، واصولنا زادت، والارض ولعت، والشقه هلت. لو سمحتي قبل ما تخش معانا هنعمل اعاده تقدير. وممكن احنا تكون لسه جايه والشركه بدات معاها اي شهر او اثنين فما لحقناش. فممكن تدخل على نفس القيم الدفتريه. حاجة أنا ممكن أدخلها معانا بنفس رأس المال اللي موجود، بس أنا أدخلها معانا في حاجة اسمها دلوقتي سبلاي تشين. يعني إيه سبلاي تشين؟ سلاسل التوريد، ودي هتشوفوها إن شاء الله. تشوفوا كده رجال أعمال الصناعات الصغيرة بدأوا يعملوا اندماجات مع بعض. يعني الأخت عندنا مصنع بتعمل الزرايد، وفي واحد جدع جدا في التسويق، وواحد جدع جدا يجيب لنا تمويل، وواحد جدع جدا يعمل نظام معلومات. فكل شركة عندها ميزة، فنقول إيه؟ ما تيجي مع بعضينا نعمل سلسلة توريد. أنت كفاءتك وأنت كذا وأنت كذا، وبدل ما نبيع كل واحد نبيع مع بعض. وهنا عندنا واحد خبير تسويق، وعندنا واحد خبير نظم معلومات، وعندنا واحد مش عارف ايه، نعمل سبلاي تشين اندماجات مع بعض. الكلام ده هنشوف الفترة الجاية دي بالنسبة للشباب. وبالتالي ظهر في الأفق تطورات جديدة في هذا المجال. فأنا هنا عندي الانضمام. أنا ممكن أقول جاي لي رشا دي عاملة سوفت وير تكنولوجي أو عاملة فكرة جديدة وعاوز اضمها معاها، ما تخش معانا يا رشا. قالت لي معيش فلوس. خلاص مال نخش معانا شريك بايه؟ حلو قوي. اذا دي هنحطها في دماغنا وهنشوف بعض المشاكل، لان انا عامل لكم سيناريو فيه شويه افكار من دي. رشا دخلت معانا يا عم. طب لو في خساره نعمل ايه؟ لازم نبص على هذه الطريقه بتاعتها. وممكن هي من كتر شغلها معانا لها حساب جاري يتراكم فيه لها ارباح وقد تدخل بايه؟ براس مال بعد كده لله. تمام؟ ولكن هي شريك بالعمل لا يترتب على افلاس الشركه ان انا ارجع عليك مسؤوليه كامله في الصبح في اختلافات. وانا صغير كده كنت لسه واخد دكتوراه. الموضوع ده كان عاملني انا جامد جدا، خصوصا انا والدكتور كمال قعدنا ندي شركات مده كبيره جدا. الدكتور كمال عبد السلام ده استاذ يعني محترم جدا، هيديكم الترم الاجازه من ايامكم. وقعدنا نفكر. انا بالنسبه لي فكرت الله ايه موقف شريك العمل ده؟ ده شريك داخل بايه؟ بفكره وابداعه. صدقوني الموضوع ده اليومين دول اولادنا الباحثين بيتكلموا عن راس المال الفكري. الموضوع ده انا عامله بحث عن الشريك بالعمل ازاي اقيمه واعتبره اصل من الاصول. ده موجود في بحث كنت عامله في مؤتمر الاقتصاد الاسلامي لسنه كام؟ حاجه في الثمانينات. يعني كنت واخد تسع دكتوراه في
وقلت تعالى هذا الموضوع وشفت الفقه الاسلامي بيعمل ايه وشفت المحاسبه بتعمل ايه وحاولت اجمع ما بين الاثنين في معالجه هذا الموضوع. اذا لازم تفكر لان ممكن انا تدخل معايا نفكر فيها ازاي ايه المحاسبه بتاعتها ده تفكير. وعلى فكره الكلام ده هيظهر الفتره دي كتير جدا. انا لما قلت لكم قبل كده كان عندي مجموعه شباب الكلام ده بتاع الخطبه ده خدوا معايا برنامج تدريبي في اعداد برنامج اتفاق مواصل يعملوا مشروع سوفت وير برنامج محاسبه وربحوا فيه. الراجل اللي جاي من الاماره فقلت لهم الاربعه دول شباب زي الفل لا يقبلوا مال ولكن يقبلوا ايه؟ برنامج معمول بافكارهم راس مال فكري. خدهم دخلوا شركاء العمل وهو دخل بايه؟ بالمكتب والشقه يعني فلوسه. اذا هنا عاد الشركه تتكلم ازاي؟ اذا الفتره اللي جايه الجديد للشباب الجميل ده هو يبقى في عندنا صناعات زاده محتوى معرفي. وهنشوف دلوقتي ان المنظمات التقليديه بدا يبقى في منظمات الكترونيه. ما معنى منظمه الكترونيه؟ في عندك منظمه الكترونيه بتركز على عالم الفضاء الالكتروني. على فكره في تحالفات استراتيجيه الكترونيه في عالم السماوات المفتوحه دلوقتي. يعني ممكن واحد يعمل له موقع في السماء وشركه في السماء ويشارك مجموعه شباب وشغالين في شركه ويتعاملوا ويشتغلوا. القانون التجاري لابد من اعاده النظر فيه لكي يستوعب ما هو جميل في شكل المنظمه. مفهوم الوحده المحاسبات ازاي؟ شكل المستوى ايه؟ هذه الشركات بدات تطفو الى الان حتى لدرجه ان في سلاسل توريد الكترونيه بتنافس. ما عادش المنافسه ما بين شركه وشركه ولكن بقت منافسه بين سلاسل توريد وسلاسل توريد. ده الجديد يا شباب فكروا معايا. انتوا لازم تستغلوا افكاركم اليومين دول لان كنتوا بتمتلكوا ادوات وتقنيات لازم تستغلها في الفتره اللي جايه. انت ممكن تعمل شركه بمخك بس بمخك ما عادش حد يقول له معاك فلوس. مخك اشتغل هتعمل انت اصل فكري زي ما انتم شايفين. فهو الاصل الفكري بنت ايه؟ بنت اربع خير عاديه يعني ممكن تطلع اربع خير عاديه. وعلى فكره هو افشلوا تاني مره اقولها بعد ما كان في وادي التكنولوجيا في الاسماعيليه اتعمل من كام سنه واتعمل ما بين اسفار ودان طلع بقى اليومين دول. هتشوف بقى المشروعات الجديده انتاجها يا غلبان والشباب هيستوعب في وادي التكنولوجيا صناعه البرمجيات الصناعات المعرفيه الصناعات ذات المحتوى المعرفي صناعات جديده ومتجدده كتير جدا صناعات بشكل غير عادي. والشاب اللي جدع جدا يدخل في صناعات صغيره تعمل احجام محل باردات هيكبر وتتباع. اليومين دول بالذات اللي يلحق يعمل حاجه تحل محل باردات هيكسب مكاسب غير عاديه. خلاص اللي عاوز يمشي كويس هيفكر بهذا المنطق. طب احنا دلوقتي عندنا في الانضمام بقى اللي انا عاوز اقوله هنا في الانضمام انا بوريك هذا ليه؟ لان في الانضمام ممكن اقول لك خبره في هذا المجال. وما عادش حد النهارده حتى يشتكي يقول لك ان عشان نعمل سلسله ما عندناش فلوس نجيب برنامج كمبيوتر يشتغل لنا. لا يا حبيبي دلوقتي في حاجه اسمها كلاود كومبيوتنج. ايه الكلاود دي؟ ايه الكلاود؟ ما انا ممكن ما اجيبش اجهزه ولا اعمل كل الشغل ده ولا اتمرن ولكن اقدر في استحاله زي شركه امازون تقدر مكان تخزن فيه بياناتك وكل افكارك وكل محاسبتك وكل ارقامك عليه. عادي جدا عشان نتعاون على المواقف. على فكره جزء من شخصيتك ان انت عندك قدره على المواقف. طلع طالب كده طلع انا خدنا هو كذا 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 وانت قلت كذا وكذا يقول كل حاجه. ده جزء من الاتش ار يعني في الهيومن ريسورس يبقى عندك قدره على المواجهه. خدتوا ايه؟ انا كلها في ولادي واحنا عاوزين نعمل حاجه كويسه وانا ساعدني المجموعه اللي بتاعتك يعني لكن كل عرض العرض هنا ده كل الاحترام والتقدير. قرار ان طب نتوقع ايه لما اجي اقول انضمام شريكي؟ ممكن اجي اقول راس مالكم كام يا جماعه؟ 50,000. طب ما تدوني حته من راس المال وخلي زي ما هو. يعني ازاي؟ ادوني حته كده ب 20,000 وخلي كنت 30,000. يبقى ده معناه ايه؟ اشتري حصه من ايه؟ طب تخيلوا كده يبقى ازاي؟
مين اللي بيعوض؟ بيعوض رشد، بيعوض المستقبل كده بكده، ان عوضت الف وبيت. ده الشرط، ده سهل. لا انا هنضم على الشركه وهزود راس المال. راس المال ده بتاع نص مليون، انا داخل معاكم بربع مليون. الجماعه دول شغالين بقالهم كام سنه؟ روحوا كده اي شركه شغاله قلت لهم انا هخش معاكم بربع مليون. يعني واحد جاي انا محتاج مثلا بنص مليون، انا هديك نص مليون ربع مليون وادخل معاك بالنص. اوافق؟ ليه؟ اقول له بقالي كام سنه يا عم شغال وعملت شغل. هيبقى العقار الشقه دي التمويل وزادت. يا راجل يقول لي بس الاساس معقول ماشي، فنعمل ايه؟ اعادات. بس هنا في الانضمام عندك اربع قضايا. اعادات يعني ايه؟ شوف بقى فين المعركه؟ هيحل معانا، انا بس مقدمه للمره الجايه نتكلم فيها. إعادة التقدير، بس إعادة التقدير اللي احنا خدناه بالظبط، بس بالمنطق قواعدها عامة ومنطقية. إعادة التقدير لمركز مالي على الفترة اللي فاتت، يبقى هوزعها على مين؟ على الشركاء اللي كانوا موجودين قبل كده بالنسبة لإيه؟ القديمة، صح ولا لا؟ يبقى إذا قاعدة عامة، لو إحنا واحد انضم أعمل إعادة تقدير ويتوزع القدام بالنسبة القديمة، ربح ولا كان أو خسارة، حد فيها حاجة؟ خلاص؟ ماشي يا جماعة؟ يبقى إعادة التقدير في مشكلة؟ هندخل إعادة التقدير في الانضمام بقى ولا الانفصال؟ كلنا عارفين الكلام ده. طب لو انفصال، لو مش معاك، واحد مات، قلت هوزع القدام بما فيه الميت. بالنسبة لإيه؟ القديم. يبقى قاعدة عامة، إعادة التقدير يوزع الوضع القديم. ألف وبين قبل ما يضم جيم. أو ألف وبين ومين قبل ما يموت جيم. هو دايما بنموت إحنا جيم. خلاص؟ اتفقنا؟ طيب. دي بتاعت مشكلة تانية. أنت مهتم علينا الشغل يا حبيبي. زعمة تعبنا سنين. ونفس القاعدة في الشغل هنقول إيه؟ السيناريو اللي بعمله حاليا عشان هيخليها كام حاجه